تيفون ناديلو عليكم بصوت واحد ادماج الفوري تنمثلوا التنسيقيه الوطنيه اللي خارج مراكز التكوين الاداري. جينا هنا تنطلبوا بالتسويه الشامله باطار مالي ورجعي، لانه هذه الفئه هذه تظلمات جوج مرات، ثلاثه بمراسم اللي خرجات مفاجئه ومباغته والحد من سلم الترقي ديالهم. هذه الفئه هي الشريان الاساسي للجماعه الترابيه بالاحرى، هي اللي خدامه وهي اللي هز المرفق العام ديال الجماعه الترابيه. مع الاسف تغفلت، وراه كان صريح وزير الداخليه معنا في الرساله اللي وجه جوابا على احد الاسئله بانه هذه الفئه تغفلت، وتنتمنوا على الله انه يكون الانصاف في القريب العاجل قبل خروج هذا القانون الاساسي اللي فيه واحد الحل ترقيعي لهذه الفئه هذه المظلومه. احنا تنشكروا وزاره الداخليه انها تسهر الامن، هذا الشيء تفرح جدا، هذا الانزال الامني اللي كاين، ولكن ما تيشرفناش وما تيعجبناش ان وزاره الداخليه راه تسهر الامن غير في الشوارع، ما سهرش عليه في البيوت ديال هذا الموظف، راه يتسلل الفقر ليخلق هذه الحاجه اللي تهز الامن ديال البلاد. راه هذا الموظف الجماعي ملي جا تيحتج هنا راه بغى يساهم في خلق واحد المواطن صالح بتربيه الابناء ديالو، الا كان عنده واحد الدخل محترم اكيد انه غادي يساهم في التنميه ديال البلاد، وغادي ينقذ وليداتو، يمكن يقريهم، يمكن يعطي واحد المواطن صالح في المستقبل اللي غادي يحد من الجريمه، غادي يحد من الانحراف، غادي يحد بزاف الحوايج. بهذا الدخل المحقور وبهذه الوضعيه الحقيره اللي تيتصف بها الموظف الجماعي، ما يمكنش ليه يساهم، ما يمكنش ليه يبقى يضحي، هو ضحى لمده سنوات طوال في خدمه الاداره، ولكن الاداره مع الاسف ما اعترفتش به، ما نصفطوا جميع القطاعات هما على بال، جميع القطاعات في الحسبان الا هاد، راه هادو ابناء وزاره الداخليه، راه وليدات وزاره الداخليه، ومع الاسف الوزاره لا تنتبه لهم، ونتمنى ان يخرج قانون اساسي منصف لهذه الفئه ان شاء الله تعالى. تحيه لضاليه بعدا في اطار التنسيقيه الوطنيه لحامل الشهادات الغير مدمجين في السلام المناسبه بالجماعه الترابيه. هذه الوقفه هذه كانت تجسيدا للنداء ديال التنسيقيه اللي نادت به بان احتجاجا على الاوضاع التي كيعيشها الموظف الجماعي بصفه عامه وحامي الشواهد بصفه خاصه، وذلك لعدم تسويه ديال الوضعيه ديالو كباقي الموظفين بالقطاعات الاخرى. احنا كنقولوا بالنسبه للوزاره والمسؤولين، احنا كموظفين قابعين في السلاليم الدنيا او لا سلاليم الدنيا اللي كنعتبروها، واننا كنمارسوا مهام غير المهام ديالنا اللي مخول عنا القانون. يعني هاد الموظفين هادو اللي محتاجين الان هما راه مسؤولين في الادارات، يعني مسؤولين يعني بمهام جد جسيمه وكيسيروا يعني المصالح اكثر بالرقمنه وفي المنصات الرقميه، يعني الرقمنه اللي فرضتها يعني الظروف ديال كورونا اللي فرضتها علينا بواحد السرعه كبيره، والان يعني الاغلب فيهم هما اللي كيخدموا في المنصات الرقميه. اذا هاد المنصات هادو المفروض حنا ماشي من الاختصاص ديالنا كموظفين سلاليم سبعه وسته. الوقفه ديالتنا اليوم كنجسدوا واحد الوقفه كنطالبوا في من خلالها برفع هذا الحيف، برفع الحيف والظلم اللي طال هذه الشريحه ديال هاد الناس، هاد الموظفين جماعه الترابيه حاملي الشهادات اللي كيطالبوا بالتسويه ديال الوضعيه ديالتهم مماثله مع الاخوان اللي كانوا سبقوهم، ومساواه في جميع القطاعات، بحيث ان جميع القطاعات سوت الوضعيه ديالتها الا احنا المجموعه ديال الموظفين جماعه الترابيه. علاش هذا الحيف وعلاش هذا الظلم هذا اللي طالنا ومازال، والملف ديالنا سكن الرفوف في الوزاره بتعثر الحوار لما يفوق 12 سنه، علاش هذا الظلم؟ بغينا نعرفوا علاش هذا الظلم وعلاش هذا الحيف لهذه الشريحه بالخصوص. واش حنا ما كيسري شيء علينا قانون الوظيفه العموميه اللي تسوات به جميع الحالات ديال الحالات اللي المماثله للحاله ديالنا بالموظفين، زياده على ان القانون والدستور كينسفنا بناء على الظاهر 63 اللي ما تنسخ شيء ولا زال ساري المفعول. اذا من حقنا اننا نطالبوا بالتسويه ديال الوضعيه ديالتنا كما تسوات وضعيه ديال اخوان ديالنا من قبل وفي قطاعات واحده اخرى. ادماج اللي بغينا، على الشينا واحد الجينا، على الشينا واحد الجينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سليماني محمد على التنسيقيه الوطنيه لاقليم كرسيف. انطلاقا من الشعار ديالنا شكون حنا موظفين جامعات، اش بغينا تسويه بالشهادات بحال ياش بحال جميع القطاعات، كنسنجوا ان هاد الموظفين ما جاو الا باغيين تسويه بحالهم بحال القطاعات الاخرى في الوظيفه العموميه بحال الصحه بحال التعليم بحال العدل. الاخر كما كيطلبوا شي حاجه اللي خارجه عن القانون، انطلاقا من الدستور ديال 63 باغيين التسويه ديالهم بحال الاخر، والاخر باش يخرجوا من السنني بالدول والعار الى سليم المناسبه. يعني الخروج ديالكم اليوم فقط للطلب الحق ديالنا؟ نعم، الخروج ديالنا اليوم الا لشيء واحد، الا هو اللي كنطالبوا بالحق ديالنا، ادماجنا في السلاليم المناسبه. شفتوا الخروج ديالكم اليوم؟ تعرضتوا للقمع والسب والشتم؟ نعم، اليوم الخروج ديالكم تعرضتوا للقمع والسب والشتم؟ تعرضنا لبعض الارهاق الاخر، لبعض المضايقات من الاخر من السلطات المحليه. وحنا كنتسائلوا الوزير علاش هذا التمييز هذا في حق هاد الموظفين هادو، علاش يعني الموظفين ديال القطاعات الاخرى الصحه والتعليم والعدل تم التسويه ديالهم جميعا الا هذا الموظف هذا الجماعي اللي باقي من سنه 2012 وحنا كنناضلوا على الملف ديالنا. يعني هاد السنوات هادي عيب وعار يقول شي واحد ان باقي الموظفين كيناضلوا على هاد الملف باقي ما تسواش حتى على نجيل وزياده. حنا الحق ديالنا ما معطيناش، التسويه ديالنا ما مسويناش لينا، كنطلبوا بالتسويه ديالنا. كاين ناس، كاين فئات اخرى، كاين ديال الحامل الدبلومات، كاين واحد الفئه الدبلومات ديال الهندسه المعماريه ديال فوش 86 لحد الان مساكن تحرموا من التسويه. كاين التقنيين ديال قبل 2006 اللي المفروض موقفين ما عرفناش علاش تم التسويه ديال جميع التقنيين الا هاد واحد المجموعه بقاو ما مسوياش اليوم الوضعيه ديالهم لحد الان، والشواهد الاجازه، وكاين الماستر كاين الدكتوره هنايا. اودي الا كان السيد الوزير كيقترح هذه الفكره انه مستعد باش غادي يعطي 30000 درهم بالنسبه للموظف، احنا ما كنطلبوش، احنا واحد المبلغ زهيد باش غادي يسوي الوضعيه ديال هاد الناس هادو اللي هما كوف واللي كتنادي. كنشوفوا المنادات ديال الوزاره شحال هادي بتنميه الكفاءات، حنا نمينا الكفاءات ديالنا على الحساب ديالنا، كنا في مناطق نائيه وكننتقلوا للجامعات وكننتقلوا درنا تكوين اكاديمي وفدنا الاداره فدناها بزاف، ولكن ما كانش المقابل اننا بقينا في مراتب ديال الذل والعار، اللي بقينا الشهاده ما كتساوي شيء المهمة اللي كتأديها، ماشي طاني كنحس بحقرة كبيرة وطاني واحد الظلم وواحد الحيف، كنحس بأنني من دون أنا والشريحة ديال الموظفين اللي بحالي محقورة، وطاني واحد الظلم اللي علاش أنا من دون القطاعات الأخرى كلها تسوات الوضعية ديالتها، واش أنا ماشي موظف، واش ما كيسريش عليا القانون ديال الوظيفة العمومية، بغيت نفهم أنا علاش من دون هاد الناس هادو من دون القطاعات الأخرى. وحنا كنقولوا للوزير يعني حنا راه الجماعات تسخر بالكفاءات، ماشي ما عندهاش الكفاءات، كاينه الكفاءات ولكن غير معترف بها، يعني مهمشه هاد الكفاءات هذه راه مهمشه، وهي اللي مقيمه يعني اللي موقفه الجماعات، هي اللي كتسير المصالح، هي اللي كتسير لك المنصات. اذا راعي فراعي شي حاجه في هاد الفئه هذه، هي كطالب الحق ديالها ما كطالب حتى شي حاجه اخرى بحالنا بحال جميع القطاعات. واش هذوك الموظفين قطاعات اخرى يعني درجه اولى احنا درجه ثانيه؟ خصنا نعرفوا. وزيد على ذلك ان الجماعات الترابيه هي الاليه الضروريه لتنفيذ يعني تنزيل السياسات العموميه. هاد اللي ما كانتش الجماعات هاد السياسات العموميه فين غتنفذ؟ هاد المرشحين المجالس الانتخابيه مع من كيخدموا؟ كيخدموا مع الجماعات الترابيه، مع الموظفين الجماعات الترابيه، هما اللي كينفذوا لهم هاد الشيء هذا. وثاني حاجه يعني بالنسبه ل يعني لهذا الملف هذا، حنا كنطالبوا الوزاره ان تتعامل بجديه، تتعامل معنا بجديه وتتم تسويه شامله، حنا كنطلبوا تسويه شامله باثر رجعي واداري
كباقي الموظفين جميع القطاعات بدون تمييز بدون حقرة. نحن الآن أمام البرلمان نجسد الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها يعني التنسيقية الوطنية للشواهد لحماية الشواهد والإجازة والدبلومات التي تطالب بالتسوية الشاملة لجميع الدبلومات والشواهد الإجازة الماستر الدكتوراه وذلك حسب الظهير الشريف رقم 03863 يعني الصادر في 1 مارس 1963 والذي يعني ينص على تسوية هذه الفئة العريضة بأثر مادي وإداري. يعني لا يعقل أن وزارة الداخلية التي سوت وضعية يعني حامل الشواهد ديال الصحة والتعليم والعدل وعديد من القطاعات الأخرى ونلاحظ أن يعني المساعدين الإداريين ومساعدين التقنيين الذين يتواجدون في سلالم الدنيا يقومون بأعمال يعني ديال المتصرفين يعني من السلم العاشر يعني مثل الرقمنة. دابا حاليا يعني كنقوموا بتكوين ديال المنظومة الجديدة ديال الحالة المدنية التي ستكون موحدة في المغرب وكذلك يعني المنصات الأخرى مثل شيكاية www.shikaya.com التي يعني المواطن أي كيرسل الوثائق يعني الوثائق ديالو باش يسلمهم ولا ما تسلمهمش في الوقت المناسب بسبعة أيام كيدير شيكاية والإدارة كتجاوبه زائد يعني منصة وثيقة التي معمول بها قبل المنظومة الجديدة في الحالة المدنية ويعني ورقمنة جميع المنصات الإدارية هذه يعني ماشي في حق ماشي مختصاصنا احنا هي يعني كتابة المراسلات والمستندات ولكن اللي كنلاحظوا دابا ان هذا يعني تماطلت علينا هذا الوزارة الداخلية ما كنطالبوش بشي حاجة يعني ماشي محقنا. مؤخرا يعني سووا الوضعية ديال حامل الشهادات إلى غاية 2010 شهر 12/31 كان عندهم ديبلو شواهد قبل هذا التاريخ وتطبق على التاريخ كانوا في إنعاش وتم يعني إدماجهم فعيب وعار أنا يعني حامل الشهادة ديال الإجازة وكنقوم بمسائل يعني ديال المساعد إداري هذا لا يعقل ويعني هذا يعني أمر يحز في نفوسنا ولهذا نناشد الوزارة أن تقوم بإنصاف هذه الفئة كما أنصفت يعني فئة 2010 وفئة 2009 وفئات أخرى كما قلت قطاع الصحة والتعليم والعدل. نحن نطالب بتسوية هذه الفئة العريضة يعني النضال دام 12 سنة منذ 2011-2012 ونحن سائرون على هذا النهج حتى نحقق التسوية العادلة إن شاء الله لأن هذا مطلبنا ونؤمن به وسنحققه بإذن الله. احنا كنقولوا هذا الوزير وحنا كنا كنقولوا بأن الجماعة أو الوزارة كتحجج يعني بالموارد المالية ما عندهاش ولكن احنا كنتفاجئوا في الخطاب في تخريج الخرجة ديال الوزير يعني في التصريح ديالو بأن الجماعة عندها الفلوس وهو مستعد يعطي 3 مليون للأطباء والمهندسين والتقنيين وحنا شكون في هذه الجماعة اللي كيخدم الأطباء شكون هما معنا موظفين هنا هما اللي كيقوموا يعني في تصريح الوفيات على الوفيات كيمشيو يعملوا التقنيين المعاينة كيعملوا المعاينة على الجثث شكون يعني هاد الموظفين هادو بالنسبة للمهندسين حنا راه مهندسين موظفين هما اللي قايمين بالشغل ديال المهندسين خداو اكتسبوا الخبرة يعني من الخبرة وعب الشواهد ديالهم بطبيعة الحال الكفاءة العلمية ديالهم أهلتهم بأنهم باش يتكونوا دغيا بواحد السرعة وكيعطيو الجماعة كيعطيو واخا هي ما كتعطيهم والو كيعطيو الجماعة يعني داكشي المفروض داك التكوين ديالهم هما تكوين شخصي يعني عملوا واحد المجهود عليه باش توصلوا لذاك ديك التكوين هذاك يعني بمجهودهم الخاص بمالهم الخاص يعني ما عملتهمش الوزارة الجماعة هي اللي كوناتهم ومع ذلك الجماعة كتستغل هذا التكوين هذا ديالهم.
ديالهم كيخدموه في الجماعه. وهذا يعني كنشوفوا ان بنادم كيقرا باش كيوصل باش كيخدم، لكن في الاخير ما كيبغيش ما ديبلومات. فعلا يعني المفروض يعني احنا بهذا الشيء هذا يعني بحال اللي كيقتلوا داك الطموح في الموظف، انه ما يبقاش يطمح انه ينمي القدرات ديالو ويزيد ينمي يعني المعارف ديالو ويكون راسو. بالعكس يعني المفروض حنا خصنا يكون عندنا واحد يعني تشجيع دائما الاداره تشجع الموظف اللي كيقدر يقرا ويقدر يكون راسو، لان المستفيد الاخير هو الاداره، هي اللي غتستافد من ديك العطاء ديال داك الموظف هذا. وشكرا وتحيه نضاليه للاعلام اللي واكبنا وكي يعني كيغطي هذا الوقفه الاحتجاجيه. شكرا جزيلا.